بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الإنجليزية نستأنف مع الحوار التالي. إذا شنو عندنا في العنوان؟ Going to the star. Going. Going to the star. 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 المقصود بها؟ الرحيل إلى المتجر. الذهاب إلى المتجر. كما تنشوفوا عندنا هاد ing. إذا هذه تنزيدوا الأفعال أننا نضيف هاد ing للفعل لكي نقول بأن هذا الفعل بأنه في الحاضر، يعني أنه مستمر في الحاضر. Going to the store. كما نقول الذهاب إلى المتجر. إذا ثم عندنا بوب. بوب. Hi Sam. How are you? بوب. Hi Sam. How are you? How are you? مقصود بها؟ مرحبا سام. كيف حالك؟ مرحبا سام. كيف حالك؟ ثم سام. سام. Hi Bob. I am good. سام يقول هاي بوب اي ام جود اي ام جود هاي بوب اي ام جود هاي بوب اي ام جود هاي بوب اي ام جود هاي سام هاو ار يو اش من فعل هذا اش من فعل هذا اش من فعل هذا تو بي از فير تو بي سيرو فيرب سيرو فيرب اتر ثم عندنا اي ام جود اذا ان اسم الفعل هذا is the verb to be تقول I am you are he is she is it is we are you are there هذا صرف فعل to be إذا ثم عندنا Sam where are you going where هذه أداة السؤال where يعني أين وممكن أن تأتي لتتحدث عن المكان Where are you going? إذا عندنا are. إيش قلنا اسم الفعل هذا؟ To be. Is the verb to be. ثم عندنا Sam. I am going to the star. I am going to the star. Am. إيش من فعل هذا؟ To be. Is the verb to be. ثم عندنا Do you want to come with me? Do. إيش من فعل هذا؟ Come to me. أيوه شنو؟ Do you want to come with me? إيش من فعل هذا؟ Do. It's the verb to do. هذا فعل فعل. ثم عندنا come. To come. اسم الفعل هذا؟ To come. It's the verb to come. يعني أتى. نقول لشخص ما come in. يعني أدخل. إذا عندنا هنا Do you want to come with me? هل تريد المجيء معي؟ طبعا هاد دو كما غنلاحظوا في الكثير من الأسئلة ملي ما تيكونش عندنا أداة استفهام بحال اللي عندنا هنا where هي نجد مثلا when where يعني اين when متى هنا مثلا عندنا where are you فهمتي where are you where are you going ممكن اننا نطرح سؤال when are you going متى انتم تذهبون فهمتي when are you going when ماشي where ماشي where when يعني متى اذا ملي ما تكونوش الادوات بحال when بحال where تدخل هذا الفعل هذا تنتكلموا على الجمل استفهاميه فهمتي Do you want to come with me هل تريد المجيء معي ثم بوب يقول Thank you but I have to go to work Thank you but I have to go to work بوب يقول Thank you but I have to go to work Thank you but I have to go to work عندنا هنا The verb to have. كما في اللغة الفرنسية to have المقابل ديالها شنو هو avoir. المقابل ديالها في اللغة الفرنسية هو avoir. تنعرفوا بأن avoir تفيد شنو الملكية اللي تيجي مورا اسم فهمتي تنقولوا جي شنو جي ان ستيلو جي ان ستيلو مثلا نقول جي tu es incapable انت عندك محفظه الى اخره نستعمل avoir ثم avoir تلعب واحد الدور اخر في اللغه الفرنسيه شنو هو انه تيجي كاوكسيليير انه ياتي كاوكسيليير كاينش اوكسيليير اوكسيليير مساعد تساعدنا باش نصرفوا فعل اخر في الازمنه المركبه شنو هي الازمنه المركبه هي بحال لو باسي كومبوزي بحال لو فيتور انتيريور
بحال بلوس كو بارفي الى اخره. اذا هاد الازمنه تيكونوا فيها جوج الكلمات باش نصرفوا واحد الفعل. اولا تيكون لوكسيليير سواء كان افوار كما عندنا هنا او اتر في حالات اخرى زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل الذي نريد تصريفه في هذا الزمان. مثلا الى خدينا لو باسي كومبوزي هذا ستانطون كومبوزي هو زمان مركب. علاش؟ حيت الا صرفنا فيه الفعل تيعطينا جوج الكلمات باش يتصرف الفعل. اش نقوله؟ نقول جي مونجي. اذا عندنا جي مونجي انا اكلته هذا هو صرف لو باسي كومبوزي. خاصك تصرف لوكسيليير اتر او لوكسيليير افوا كما عندنا في هذه الحاله مع مونجي زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. اذا جي مونجي انا اكلت. لكي نقول هذا المعنى انني اكلت ضروري انني اصرف الفعل بهذا الشكل ياك. اذا نقول جي مونجي. اذا صرفت لو فيرب افوار في البريزون هاي الكلمه الاولى ثم مونجي. اما في حاله لو بريزون مثلا اقول جو مونج جو مونج انه يظهر فقط الفعل ليس هناك اوكسيليير. فهمت ولا؟ بالنسبه للغه الانجليزيه نفس الشيء ان تو هاف احتوى تفيد الملكيه. نقول مثلا اي هاف ا دريم تو اي هاف ا دريم تو انا عندي حلم ايضا. اي هاف ا دريم تو انا عندي حلم ايضا. تو عند دوزو كما تنشوفوا هذه تعني ايضا. اذا اي هاف ا دريم اي هاف ا دريم اذا كما نلاحظ دريم تعني حلم هي اسما كما نقول وليست فعلا. اذا وبالتالي هاد هاف يفيد الملكيه انا عندي حلم انا املك حلم. فهمتي؟ هنا تتساوي مع افوار ولكن the verb to have عنده دور اخر زياده على هذا. شنو الدور اللي تلعبه؟ تلعب دور لو فيرب دوفوار كما عندنا هنا. لو فيرب دوفوار يعني توجب. بحال دابا هنا نقول اي هاف يتوجب علي تو جو ان اذهب تو ورك للعمل. الحمد لله. اذا بوب يقول هنا ثانك يو شكرا بات اي هاف تو جو تو ورك ولكن انا يتوجب علي كما نقول انا اتوجب تو جو تو ورك الذهاب الى العمل. فهمتي؟ اي هاف تو جو يتوجب علي الذهاب. اي هاف تو جو تو ورك ثانك يو شكرا بات ولكن بات اي هاف تو جو تو ورك ولكن انا يتوجب علي الذهاب الى العمل. ثم سامي يقول نو بروبلم نو بروبلم اي اندرستاند. Do you need anything? Anything? فهمتي؟ Do you need anything from the store? هل تحتاج شيئا من المتجر؟ Do you need anything from the store? هل تحتاج أي شيء من المتجر؟ No problem. لا مشكلة. I understand. أنا فهمت. Do you need anything from the store? هل تحتاج أي شيء من المتجر؟ ثم يقول بوب. Yes, I do. Yes, I do. شنو المقصود بها؟ نعم أريد. نعم أنا أفعل كما نقول ولكن المقصود أنا أريد. إذا عندنا سؤال فيما تيكون عندنا شي سؤال بهذا الشكل عقل عليها مي تيقول لك دو الجواب I do أو I don't. I do أو I don't. Do you need anything from the store؟ هل تحتاج أي شيء من المتجر؟ إذا في الإثبات تقول Yes, I do. نعم أنا أفعل كما نقول كذلك. إذا كنت لا تحتاج أي شيء تقول No, I don't. ممكن أننا نطرح سؤالا على الغائب نقول ماذا نقول Does she need anything from the store? Does تكتب D-O تتزيد لها E-S. Does she need anything from the store? هل هي تحتاج أي شيء من المتجر؟ أو نقول does he need anything from the store؟ هل هو يحتاج أي شيء من المتجر؟ إذا فتقول yes he does. فهمتي؟ تتحتفظ بها. أو نقول في حالة النفي
No. He doesn't. Ou bien, no, she doesn't. Quoi, non, tu dis that he doesn't. ولكن بدي نتكلم على هي او شي. اذا تنستعملوا هاد داز مع جميع الضمائر الاخرى نقول دو. فهمتي؟ No problem. I understand. Do you need anything from the store? بوب يقول Yes, I do. يعني نعم انا كذلك. ثم يقول سام I can pick it up for you. What do you need? I can pick it up for you. What do you need? The verb to pick المقصود به قطف. أنك تقطف شيئا. تقطف فاكهة مثلا أو أي شيء ما. ثم عندنا pick up يعني أنك تلتقطه. Pick up تلتقطه. هنا كمان نقول I can pick it up for you. أنا أستطيع ألتقطها أو ألتقطه من أجلك. عندنا إيت تعود على شيء غير عاقل في الغائب. عقلتي لا إيت ولا لا؟ إيت تعود على العاقل. تنقولوا الشي هي أو إيت. إيت لغير العاقل. إذن هاد إيت لغير العاقل. إذن إيت هنا تعود ماذا؟ تعود إنتين. فعلا في بعض الحالات تعود العاقل. بعض استثناءات أن هاد إيت تعود العقل. وأعطينا فيما سبق بعض الأمثلة. هنا تعود ماذا؟ تعود هاد أي شيء. anything. فهمتي؟ إذن هنا سامش تسول Do you need anything from the store؟ هل تحتاج أي شيء من المتجر؟ يقول بوب نعم أخذ. Yes I do. نعم أنا كذلك. إذن فيجيبه سام I can pick it up for you. أنا أستطيع ألتقطها من أجلك. إذن هو يستطيع التقاط ماذا؟ التقاط هذا الشيء الذي يحتاجه بوب. فهمتي؟ هل تعني أنا أجيبه؟ أنا أستطيع. إذن عندنا هنا the verb to can مقصود به استطاع. كما نقول في اللغة الفرنسية le verb pouvoir. I can pick it up for you. أنا أستطيع تسلمه من أجلك. What do you need؟ شو مقصود به؟ What do you need؟ ماذا تريد؟ ماذا تحتاج؟ The verb to need يشبه العربية أكثر من اللغة الفرنسية. في اللغة الفرنسية نستعمل الحاجة. أقول جي بزوا أنا عندي حاجة. تيا بزوا أنت عندك حاجة. هنا في اللغة الإنجليزية تماما كاللغة العربية نستعمل فعل إحتاجة. To need. فهمتي؟ What do you need؟ ماذا تحتاج؟ إذا الجواب هنا شنو غيكون؟ بوب I need some milk. أنا أحتاج بعض الحليب. I need some milk. أنا أحتاج بعض الحليب. Do you think you can pick me up some milk? هل تظن بأنك تستطيع تسلمي بعض الحليب؟ المقصود أن تتسلم لي بعض الحليب. عندي. Do you think you can pick me up some milk? Do you think you can pick me up some milk? Do you think you can pick me up some milk? I need some milk. Do you think you can pick me up some milk? Bob, I need some milk. Do you think you can pick me up some milk? ثم سام يقول ماذا؟ I can pick it up for you. Sam, I can't pick it up for you. I can't pick it up for you. شو مقصود بها؟ أنا؟ I can. شو مقصود بها؟ أنا أستطيع. Je peux. أنا أستطيع تسلمه لك. أنا أستطيع كما نقول التقاطه لك. المقصود أنا أستطيع تسلمه لك. I can't pick it up for you. What do you need? همدي؟ ماذا تحتاج؟ شنو هادي؟ I need some milk. Do you think you can pick me up some milk? هل تظن بأنك تستطيع تسلم لي بعض الحليب؟ سام يقول Of course. شنو of course؟ شنو تقول؟ شنو of course؟ بالطبع. كما نقول باللغة الفرنسية Bien sûr.
بالطبع، يعني بالتأكيد بالتأكيد أنا أستطيع. بوب يقول Thank you so much. ثم يقول بوب Thank you so much. 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 شو مقصود يا؟ شكرا لك. أنا شكرا لك كثيرا. شكرا لك كثيرا. ماتش هي كثيرا. سو تعني كثيرا وماتش تعني كثيرا. So much. سام يقول I will stop by later with the milk. I will stop by later with the milk. I will stop by later with the milk. أنا سأتوقف. ديما في اللغة الإنجليزية الفعل إلا بغي نديره في الفيتور في المستقبل تنسبق قدامه دويل. طبعا كاين كلمة أخرى ولكن قليلة الاستعمال وهي شال. أقول مثلا I shall stop يعني أنا سأتوقف، لكن الغالب تستعمل هدويل. I will stop أنا سأتوقف على طول الصرف أنك تستعمل هدويل. فهمتي؟ I will stop You will stop أنت سوف تتوقف. He will stop هو سوف يتوقف. We will stop نحن سوف نتوقف. You will stop أنتم سوف تتوقفون. They will stop هم سوف يتوقفون. إذن ديما تزيد هدويل أمام الفعل لتفيد المستقبل. I will stop by later with the milk. أنا سأتوقف لاحقا. By later. فهمتي؟ later لاحقا. By later لاحقا. With the milk المقصود عند الحليب. And you can pay me later. وأنت تستطيع أن تؤدي لي لاحقا. فهمت ولا لا؟ أنا غنتوقف عند مول الحليب وانت خلصني من بعد. فهمت ولا لا؟ I will stop by later with the milk and you can pay me later. باي كما نقول بي. كما يقول هنا أنا سوف أتوقف بي لاحقا، ولكن by later تعني كلها لاحقا. I will stop by later. طبعا كلي تنطق later كلي تنطق هذا الطي كالدي. فهمت ولا؟ I will stop by later with the milk. أنا سوف أتوقف لاحقا عند الحليب. And you can pay me later. وأنت يمكنك أن تؤدي لي لاحقا. ثم يقول بوب Thank you so, so much. Thank you so so much. شكرا لك كثيرا كثيرا. I really appreciate it very much. أنا حقيقة أقيم لك هذا كثيرا. المقصود أنني أعطي لهذا الفعل الذي تقوم به أعطيه قيمة كبيرة. فهمت؟ إذا نتكلم عن لو فيرب أبريسي اللغة الفرنسية، ومن كلمة لو بري يعني الثمن. عندما نقول عن شيء بأنه عنده واحد الثمن المقصود عنده واحد القيمة. فهمت ولا؟ الثمن تحدد القيمة ديال الشيء الذي تريد شراءه. إذا نتكلم عن لو فيرب أبريسي، طبعا في اللغة الإنجليزية نتكلم عن the verb appreciate. appreciate يعني I really appreciate it very much. I really appreciate it very much. أنا حقيقة أقيمه المقصود أنني أتمنه أعطيه قيمة المقصود هذا العمل الذي تريد القيام به very much كثيرا. ثم يقول سام sure no problem. I am happy to help. Sure أنا متأكد no problem. لكن هذيك إيش خاص تقرا sure في اللغة الإنجليزية تقرأ شور خاصة تحفظ الكلمة كما هي. في اللغة الإنجليزية غالبا تتحفظ الكلمة كما هي. فهمت ولا؟ طبعا هناك بعض القواعد القليلة التي تساعد على القراءة والنطق، ولكن في الغالب أنك تتحفظ الكلمة كما هي. شور نو بروبلم بالتأكيد لا مشكلة. كما لو يقول له أنا لم تأكد بعندي شي مشكلة في هذه القضية. فهمت ولا؟ كما لو يقول له أنا ليس لي مشكلة في هذا الأمر. شور بالتأكيد no problem ليس هناك مشكل. I am happy to help. I am happy to help. شنو تقول ده؟ أنا سعيد للمساعدة. To help مقصود به سعادة. هنا في سياق هذه الجملة اللي عندنا أنا I am happy to help أنا سعيد للمساعدة. أنا سعيد بالمساعدة. يقول بوب Thanks. I will see thanks. You thanks I will see you later. Thanks. I will see you later.
I will see you later. أو I will see you later. Thanks. I will see you later. كما تشوفون عندنا the verb to see. باش مصرف هنا؟ مصرف في الفيتور. شكون اللي تيقول لنا the verb to see مصرف في الفيتور هنا؟ will. مسبوق بهاد will. إذا قلت I see المقصود أنا أرى الآن. I will see أنا سأرى. فهمت الفرق شنو؟ I will see you later المقصود أنا سأراك لاحقا. أنا أراك لاحقا. هل تنقولوا احنا بالدارجة المغربية؟ نتشوفوا في المستقبل. يعني أننا سنرى بعضنا بعضا. Thanks. I will see you later. شكرا. أنا أراك لاحقا. مثلا في الصرف ديال the verb to see أقول we will see each other. إذا نحن سنرى بعضنا بعضا. كما نقول هنا نحن سنرى كل الآخر. نحن سنرى كل الآخر. هذه الترجمة. ولكن المقصود بها نحن سنرى بعضنا بعضا. We will see each other. فهمتي؟ نحن سنرى بعضنا بعضا. إذا نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.